فتحناه. أربعة جرحى من الطرفين كانت حصيلة الاشتباكات بين حشد نينوى وكتائب جند الإمام في قاطع المجموعة الثقافية قرب جامعة الموصل. اشتباك نهته قيادة عمليات نينوى بسرعة فائقة، وقالت أنه نجم عن سوء تفاهم بين بعض الأفراد، وفي بيانها حذرت من بيانات صحفية سمتها مغرضة روت أسبابا مختلفة عن حقيقة الاشتباك. وبيان حشد نينوى قال كذلك أنه شجار بسيط ولا مشكلة عندنا مع الحشد، لكن المدينة في صباح اليوم التالي كان واضح أنها قلقة، وبدأ أهلها بمطالبة الحكومة العراقية بسرعة حسم عدد السلطات في المدينة والعائدية الأمنية التي بتشتتها قد تتطور الأوضاع تدريجيا إلى وضع أسوأ لا يحمد عقباه. فالتخوف من قبل المحللين لمرحلة ما بعد داعش ملأ الصفحات والشاشات، فمسك الأرض غاية كل المنتشرين هناك، وافتعال الأزمات لإفراغ الساحات هو الأسلوب الأنجع ربما. ما جرى جاء في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام غربية عن كشفها احتجاز داعش ل250 عائلة موصلية في المنطقة القديمة، التي أكد مصدر عسكري فيها لقناة الفلوجة أن الاشتباكات لا تزال دائرة لغاية الآن في بعض مناطقها رغم نفي العمليات المشتركة لذلك.